أخبار اليوم. ومعنا الكاتب الصحفي الأستاذ علاء أبو وهاب رئيس تحرير كتاب يوم. أهلا بك. أهلا بك. أهلا. حضرتك عام مضى على إصدار الأخبار المسائية، حضرتك إيه كلمة تقولها لهم في هذا اليوم؟ يعني الحقيقة خلال العام ده في نقلة ملحوظة في الشكل وفي المضمون، وفي جهد وفي أفكار أفضل على مستوى الفكرة على مستوى تنفيذها، ويعني أتصور إن شاء الله في الأفضل ما زال عند الاستاف، وما زال الزميل العزيز جمال حسين يستطيع مع فريقه أنه يقدم جريدة مسائية تليق بأخبار اليوم. إصدارات الأخبار اليوم عموما، يعني أنا في وجهة نظري من خلال متابعتي لها، هي إصدارات متميزة تتسم بالأداء المهني الصحفي الرفيع المعبر عن المهنية الحقة اللي احنا دايما بنبحث عنها. بالتأكيد رسالة الأخبار المسائي هي استكمال لسلسلة الإصدارات اللي بتصدر في أخبار اليوم منذ تأسيسها سنة 1944 من خلال فروعها المختلفة، إلا أعتقد أنها بتعبر عن مطالب الجماهير فيما يتعلق باحتياجاتها قضاياها مشكلاتها. وكثير جدا مما يطرح في الأخبار المسائي هو جزء من معالجة حقيقية لقضايا المجتمع المصري. كان القارئ متعطش كثيرا لأن يكون هناك إصدار مسائي من مؤسسة أخبار اليوم، سواء أخبار اليوم أو جريدة الأخبار الصباحية أو الأخبار المسائي. أعتقد أنه هذه منظومة تستكمل حلقاتها بالكامل من خلال هذا الإصدار. أقول لهم أن ده طبعا مش غريبة على أخبار اليوم، مؤسسة كبيرة وكل إنجازاتها بتبقى كبيرة، وده العشم فيها إن شاء الله، ونتمنى له في المستقبل الإنجازات أكتر وتحقيق نجاح أكتر إن شاء الله. أنا بهني كل مؤسسة أخبار اليوم على الاحتفال اليوم بجوائز الأخوين مصطفى وعلي أمين. أنا بعتز جدا بهذه المؤسسة بالفعل، ولينا صلة قوية جدا مركز كاثوليكي مع مؤسسة الأخبار وعملها الدؤوب. وهذه المؤسسة مش مبنية على ناحية ثقافية فقط وعمل ثقافي سياسي اجتماعي، لا، ده كمان في حاجة أقوى بكتير. أنا بعتز بيها من وقت الأخوين مصطفى وعلي أمين، الناحية الإنسانية. ليلة القدر، عيد الأم، عيد الأم جاء من خطاب أم بتشكي من أولادها، يعني ما حدش كان يفكر فيها، وعيد الأم دي مؤثر فينا كلنا كمصريين، ووصل عيد الأسرة، يعني حاجة بعتبرها شرف لنا كلنا وفخر لنا. أقول لهم يعني أي إصدار بينجح بجهد والاهتمام والرعاية، فبذلوا آخر جهدكم وربنا حيوريكم النتائج، وربنا معاكم إن شاء الله. اولا تحيه طبعا جميله جدا لكل المحررين في الاخبار المسائي، ورئيس تحرير من رئيس التحرير الى اصغر عامل في الجريده. الحقيقه يعني عملت خطوات سريعه جدا في فتره بسيطه جدا. اللي يشوف جورنال يحس ان الجورنال ده بقاله سنوات مش سنه واحده، لا بالعكس، تحس ان انت مع جريده عريقه عمر طويل، عمرها من عمر الاخبار اليوم. الحقيقة يعني أنا بتشرف أنا بقول إن جريدة الأخبار المسائي دي جريدة من المؤسسة بتاعتي وتتبع المؤسسة بتاعتي، لكن أنا الحقيقة مش جديد بالنسبة لي إن أنا أشوف هذا الإنتاج وهذا الجودة، هذه الجودة في التحرير وفي الإخراج وفي كل شيء. لأن إحنا ما كانش عندنا إصدار مسائي، وإحنا يمكن المرة الوحيدة عملنا فيها إصدار مسائي من الحرب العراقية اللي هي حصلت دي، اللي هي بتاعت دخول القوات العراقية لما دخلت الكويت والقوات الأمريكية، عملنا الأخبار المسائي. والحقيقة الوضع دلوقتي بقى أفضل طبعا كتير جدا، شيء جيد يعني، وإحنا ده حاجة يعني إضافة جيدة لأخبار اليوم إن يبقى عندها إصدار مسائي بهذا الشكل. يعني أقول له مبروك، وطبعا يعني أعتقد إن ده إنجاز جديد من إنجازات أخبار اليوم. أخبار اليوم مؤسسة عريقة من مؤسسات مصر، هي اللي رسخت قيمة الصحافة، خلقت أجيال جديدة، خلقت مدرسة جديدة، أعادت الاعتبار للصحفيين المصريين من تلامذتها محمد حسنين هيكل اللي قدر ينقل الأهرام من جورنال محافظ محدود التوزيع ليصبح الجريدة العاشرة في العالم. أتمنى أنها تكون إضافة، ومن المؤكد أنها مدامها تصدر عن أخبار اليوم هيبقى فيها جهد جيد، وأعتقد إن شاء الله
أنها سوف تكون جريدة ناجحة بإذن الله.